قضيت 5 سنين تاع خدمة العالم. بتقاتل الجيش لو كنت كنا نبقاتي لأن قزيت فيك كنت عن مدفع أنا. كنا قاتل. أنا اللي قاتل، كنا قاتل. لأن عم مصر حرب، مصر حرب العراق. خايفين من جاية الجيش لهون؟ مين؟ أنتم. والله ما خايفين شيء مثل ما الله بتعالى بيري. نحن قاعدين بالمخيم مع عيالنا اطفالنا نسيائنا كلياتنا هون بالمخيمات على الشروط التركي، يعني ما بعيد 50 متر عن الشريط، كلياتنا هون يعني النساء الاطفال كلياتها مرعوبه فزعانين من تقدم الجيش، خصوصا صورهم منطقه ربيعه وهالمناطق كلياتها، واكثر العالم عم بتروح بدها تنزح على تركيا، هذا بيقول على العين البيض على شيء كلياتنا، نحن بسبب ما بدنا الشباب نروح، بدنا نتوحد، بدنا نقاتل كلياتنا هالجيش ان شاء الله باذن الله ونرجع مثل ما كنا واحسن، بس هالنساء هالاطفال هاي ما عم نعرف وين نروح فيها وين بدنا نامنهم، هدول الاطفال الصغار وهالشيء. نحن هون بالمخيم تركمان عم بيقول الجيش بده يجي لهون طالبين من الشباب يدافعوا عنا. الرحمن الرحيم، بعد ما تقدم الجيش هون جبل تركمان صار قريب كثير، بدنا مساعدات من الدول والطيران الروسي عم يقصفنا على طول، وكان ما يصير كارثه انسانيه بهالمخيمات عشان العائلات ما تموت كلها. ترقبا وخوف في مخيمات اللجوء من وصول قوات النظام الى هذه المخيمات على الحدود السوريه التركيه. لقناه الجسر الفضائيه شادي العويني من الريف اللاذقيه جبل التركمان.